طيب برضو معالي البابا ما نسيش تحفنا بأقوال جوه مصر، ما نقدرش يعني ننساها أبدا من البدايات كده، يعني وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. وطن بلا كنائس يعني وطن كنيسة هي إيه؟ ما هو أنت لو تفهم معنى كنيسة تبقى تعرف الكنيسة هي إيه؟ هي جماعة المؤمنين. الكنيسة هي جماعة المؤمنين. فلما نقول وطن بلا كنائس يبقى نعني وطن بلا مؤمنين أفضل من مؤمنين بلا وطن. طيب وطن بلا مؤمنين يبقى إيه؟ وطن كافر بقى، ولا وطن غير مؤمن، ولا وطن شاذ، ولا وطن إيه؟ فالجملة دي ما تحاولوش تفسروها أي تفسير تاني. في حد بيقول لي ما فيش صوت؟ لا سامعني، في ناس سامعاني، أستاذ سامح هسامعني، اللي مش لاقي صوت يبقى يظبط الصوت عنده. عشان بس ما اقطعش خط التواصل. فأول قصيدة كفر. وسبحان الله يعني وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، كأن الجهات الحكومية ما صدقت تلقطها، عرفت الراجل ده حنين قوي، يعني لو قفلنا له الكنائس مفيش مشاكل. والله أكبر، اشتغلت بقى قفل الكنائس، واشتغل دي كنائس مش مقننة، واشتغل كنائس مش عارف إيه، واشتغل الشغل الأزرق. وبعدين برضو في الانتخابات تدخلات من سيادة معالي البابا، كان يقول لك نعم تجيب النعم. بصراحة يعني نعم تجيب النعم دي ما هياش آية من الإنجيل، يعني نعم تجيب النعم دي ما هياش آية من الإنجيل. فدي ضغط على الناس إنها تمشي في اتجاه معين سياسيا، وده المفروض لا يتوافق وسلوك البابا. نعم تجيب النعم، صدقني أنا ما أعرفش غير أما نعيمة نعمين خلي عليه ويدلق يكلمني، أما نعيمة نعمين خلي عليه ويكلمني، ما اقدرش اقول لك غير كده، ما اقدرش اقول لك غير كده. نعم تجيب النعم، هي جابت لنا الغم، هي جابت لنا الغم. وبعدين من مواقف نيافتك معاليك سيادتك اللي بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل، من المواقف التي لا ننساها لك الست اللي في اجتماع الاربع حبت ترفع شكوتها وبتنادي عليك بصوت عالي عشان الكهنه منعينها انها تقابلك، رحت قلت طلعوها بره. هل هذا الموقف فيه حكمه؟ هل هذا الموقف فيه حكمه؟ موقف يفتقر تماما للحكمه، يعني كان ممكن بكل سهوله لو في شويه حكمه ولباقه تقول لها طيب يا بنتي انتظريني بعد ما اخلص العظه وانا هسمعك. لكن طلعوها بره، دي جمله لا يقولها إلا صاحب معالي، صاحب سيادة وسلطة قمع. عشان كده احنا بنقول دلوقتي معالي البابا اللي بيملك وبيطرد وبيقول أنا وبس، ده معالي سيادة. طلعوها بره، طب هل طلعوها بره دي فيها من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له؟ فيها؟ طيب برضو من الأسئلة اللي سألها لك، ما أنا قلت لك ليه بقى، أنا قلت لك أنا عارف أما نعيمة نعمين خلي عليه ويكلمني، عشان أنا اكتشفت إني معاليك ليك في الشعر وفي الأدب والحاجات دي، بس إيه الروقان بتاعك؟ يعني بيسألك من زحف مرة بيقول لك لما تكون يعني بتسمع إيه وتحب تشوف إيه؟ فقلت له حينما أكون مقدرا، انتظرت أنا بقى هسمع إنك أنت حينما تكون مقدرا هتقرا مزامير داوود، هتقرا جزء من العهد القديم، هتقرا مراسم، اي مراسم دينيه. لكن انت قلت حينما اكون مقدرا اقرا اشعار صلاح جاهين، سلامتها ام حسن. انا نسيتها ليا فتره ام حسن، بس صراحه لما تقول ان لما اكون مقدرا اقرا اشعار صلاح جاهين يبقى سلامتها ام حسن. ما فيش رد عليها غير ايه؟ غير سلامتها ام حسن، اصل انا سمعت ان ام حسن واخده برد اليومين دول. فلازم اقول لها سلامتها ام حسن. وبعدين لا للتبني واختلاط الانساب.
يعني رفضت يفتك التبني واختلاط الأنساب. طب ده المسيحية كلها قائمة على البنوة والأبوة، قائمة على الأبوة. يعني المسيح قال لمريم هو على الصليب ويوحنا جنبها: يا امرأة هذا ابنك، يا يوحنا هذه أمك. أول تبني كان أمر بالمسيح هو على الصليب: يا امرأة هذا هو ابنك. أنا مت خلاص، أنا هموت خلاص، طالع فوق، طالع، أنا راحل. ويا يوحنا هذه أمك. ده احنا بنقول لك يا بابا، معالي البابا، من أب، كأنك أنت أب لينا، بس واضح أنك أنت سيادتك معاليك أنك أنت لغيت التبني ولغيت أبوتك للشعب. احنا بنقول للكاهن يا بونا، متبنينا. بنقول للبابا يا بابا، متبني الشعب، لا للتبني. لغيت التبني، لغيت أبوتك للشعب، وبقيت مع النظام الحاكم ومع السلطة الحاكمة ومع العربيات المصفحة. لا للتبني واختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب دي الجملة دي جبتها منين؟ دي عمرها ما جت في المسيحية خالص، جملة خارجة عن التعبيرات المسيحية تماما. مش هعلق، مش هعلق. وبعدين انا المجمع، انا المجمع، لغيت بتوع المجمع وبتعمل لهم كده: اكتب اسمك في ورقة اوديها لامن الدولة يسحبوك، اي اسقف يعترض. دي ابوة، دي ابوة يا معالي البابا، دي ابوة انك تعمل ارهاب للمجمع المقدس وتقول انا المجمع. زي هناك، مش مهم هم اللي يقول، المهم انا اللي اقول. والله دير الريان ليس دير وليس رهبان. بس بعد ما الرئيس قال اوكي ما فيش طريق، بقوا دير وبقوا رهبان. دير ابو مقار واعزلوا الخبيث من وسطكم. لما رحت في أول يوم بعد مقتل الأنبا أبيفانيوس وقبل التحقيقات، ابتديت ترمي شكوكك حوالين الرهبان الأبرياء أبونا أشعية وأبونا فلتأوس، وقلت اعزلوا، اعزلوا الخبيث من وسطكم بناء على معلومات واخدها من الأمن، الأمن الباطل، الأمن المزور. وشلحتهم وتسببت إنهم هم اتنين أبرياء وقع عليهم حكم إعدام وهم أبرياء من دم الأنبا أبيفانيوس. هتقف قدام ربنا إزاي؟ معليك سيادتك، هتقف قدام ربنا إزاي وانت سلمت دم بريء؟ ما استنتش تحقيقات، ما استنتش أي حاجة وعجلت. اعزلوا الخبيث من وسطكم وشلحت الرهبان وسبتهم بين ايادي الذئاب عشان ياخدوا حكم اعدام وهم ابرياء من دم ابوهم. مش عارف انا بفكر ازاي بتنام، ازاي بتنام، ولا ازاي بتقعد تتصور وانت معاك جاتو ولا ايس كريم ولا جيلاتي ومبسوط كده وبالسيلفي، والكنائس بتتحرق والكنائس بتتقفل وانت ولا هنا، وانت ولا هنا. معليك، معليك، ومش هنا. الدين والسياسة زي البيض والزلط. يعني انت شبهت، معاليك، شبهت الدين بالبيض والسياسة بالزلط. لو اتجمعوا مع بعض البيض يتكسر. طيب يا حبيبي ليه داخل في السياسة لما انت لما انت راجل دين والسياسة زلط؟ مش خايف تتكسر؟ ليه داخل معاهم كده؟ ليه بتقول كلام وبتتصرف تصرفات؟ الاخبار لما بتعدي المحيط بتنقلب، الاخبار لما بتعدي المحيط
بتنقلب. لا ده هو المحيط نفسه اللي بينقلب. ازاي الاخبار لما بتعدي المحيط بتنقلب يعني؟ ازاي يعني؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الاخبار بتتنقل بتتقلب يعني؟ اخبار موثقه بفيديوهات وبمظالم وبدوكيومنت وشايفينها الناس واللي في الخارج واللي في الداخل شايف، في اتصالات بالتليفون، في اتصالات بالانترنت بتتقلب؟ لا ده اللي بيتقلب هو ضمير الانسان، هو اللي بيتقلب، هو اللي بيتغير، هو اللي بيتبع الشيطان ولا يقول الحق. مذبحة مزبير خدعة من الإخوان، ليه بقى؟ اسم الله ليه؟ هما الإخوان ركبوا المدرعات وعدوا على 26 شهيد في مزبيرو وموتوهم دمروهم؟ خدعة من الإخوان؟ خدعة من الإخوان إزاي؟ هتقول أصل هما في الأول دخلوا ومش عارف إيه وضربوا، أوكي. فين ضبط النفس اللي بيتعلموه في القوات المسلحة؟ فين التعامل مع الأزمات؟ فين سياسة التعامل مع الأزمات؟ ازاي يعني عندك متظاهرين تركب مدرعات الجيش واللي سايقينها افراد من الجيش والمدرعات طلعت بامر من الجيش، تيجي تقول لي من الاخوان وكل حاجه خد ولزع في الاخوان؟ يعني الاخوان انت مع دينك لانهم بيكفروك، ده قصه تانية، لكن مش كل مصيبه تعملها الدوله تلزقها في الاخوان. ما هو مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب، الاثنين مكرها للرب، ربنا ما بيحبش كده، ربنا ما بيحبش كده. ثانيا الشاهد على قبور شهداء مسبيرو، الشاهد اللوحة اللي حطها العظيم في البطاركة البابا شنودة الثالث اللي كتب قتلوا برصاص الجيش وتحت مدرعات الجيش المصري، اترفعت او الطلب رفعها أو طلبتم رفعها، ليه؟ دي حقيقة. هل يملك بطرك أو أسقف قادم أو لاحق أن يكذب كلمات البابا شنودة الثالث؟ حاشا حاشا، ما جاش بابا زي البابا شنودة الثالث، ولا هيجي اسقف ولا بابا ولا غيره، لا قبل ولا بعد، زي البابا شنودة الثالث، سواء اردتم او لم تريدوا. كلمات البابا شنودة لا تتغير، كلمات البابا شنودة لا تمحى، يمحى اخرين ويمحى تاريخ اخرين، وكلمات البابا وعظاته واقواله ومشاهداته لا تمحى من التاريخ. والكل اقزام مهما كانت أطوالهم بجانب البابا شنودة الثالث. بعدين أثناء أحد الحوارات بيكلموك بيسألوك يعني بتتابع الدنيا وشفت المشكلة بتاعت فستان رانيا يوسف؟ قلت لهم أتابع أخبار فستان رانيا يوسف. يا حلاوة يا حلاوة، أنت راجل راهب، أنت نسيت أنك أنت راهب ولا إيه؟ إيه اللي بتتابع هناك؟ صلاح جاهين وأخبار صلاح جاهين، وهنا اتابع اخبار راني يوسف. وده بيخلينيش استغرب ان طالعه صور لمعاليك في حوارات ولقاءات وقاعده جنبك ستات لابسه ميني جيب، ستات لابسه ميني جيب جنبك وانت بتكلمهم. يعني ابسط شيء في مقابله البابا ان اللي راحت قبل البابا تلبس حشم، تلبس طويل شويه، ومن الممكن يكون اللي لابسين من جيب دول من اعضاء سكرتارية البابا من الستات اللي حواليه. هو التطور والشياكه انك تلبس من جيب، تلبس من جيب على البحر بره في الطريق في السواريه، لكن مش في الكنيسه. احنا بنعلم بناتنا لما يروحوا الكنيسه لا ما يلبسوش من جيب، يحترموا الكنيسه اللي رايحينها. فمعاليك سيادتك يعني الطقم اللي حواليه كل قاعده جنبك لابسه من جيب، ايه ده؟ ده فضيلة شيخ الأزهر الست هي وداخله له بيقول لها لا حط حاجة على راسك عشان تقابل شيخ الأزهر. يوم معالي البابا يقعد جنب ناس لابسة من جيب؟ مش تحافظوا على شكلكم شوية؟ يعني مفيش فلسفة، مفيش عظات روحانية، مفيش إجابات على أسئلة الناس عدلة، مفيش أشعار ذكية، مفيش روحانيات، مفيش مواقف حقوقية، مفيش هبة كمان، مفيش هبة.
يعني أنا نفسي أفهم، طيب قوة الدولة وسطوة الدولة بتخلي يعني البابا يرضخ. طيب ما افتكرتش دول أحد ده شهيد من شهداء ليبيا الـ21؟ شفتوش واقف إزاي بكل قوة بكل عظمة الإيمان قدام التحدي وقدام السيف، ورفض إنكار إلهه ورفض التغيير أقواله، كان ممكن بكلمة ينقذ رقبته، لكنه دفع ثمنه ودفع حياته ودفع دمه فداء من أجل الملك المسيح. ما بتاخدوش عظات يا رجال الدين، يا طوال يا عرابي اللي عاملين قديسين، ها، من أفراد 21 فرد سلموا روحهم عشان ما ينكروش المسيح، ما بتاخدوش منهم عظة؟ ما بتتعلموش منهم حاجة؟ قد كده بقى من العلمانيين ومن المدنيين في ناس أقدس من ناس لابسة لبس رجال الدين.